ما بيش قالك ما بين ضيوف عندنا الكاتبه الكويتيه بوسينه العيسى من الكويت، عندنا جلاله برجس من الاردن، صح، عندنا الحبيب السامي من تونس، ايضا عندنا ريكاردو نيكولاي كاتب ايطالي ومؤلف لكتاب حول علي بتشين. ما تنساوش الكتاب القامات الادبيه الجزائريه، ما بينهم وسيم الاعرج، الحبيب السايح وسعيد بوطاجين. وثانيك انا محافظ الصالون الدولي للكتاب الجزائر من خلال البرمجات الادبيه والثقافيه تاعها، انا سلطت مخصصه منصات لكتاب الشباب. صح. راح يكونوا حاضرين في لقاء ونحكوا عن التجربه نتاعهم، الصعوبات اللي تلقاوهم، شكون يعاونهم. صح. وحيكون هما كما يقول لك ان اكزومبل لكل شاب او يتمنى انه يكتب ولا يصدر له كتاب وبصح هو متخوف ياخذ التجربه. احنا بينا نعطيهم الامثله انه كل شيء ممكن، وتقدروا تكتبوا، تقدروا تنشروا، وتقدروا تكونوا ما بين كما يقول لك يولوا هما المستقبل. صح. الادب الجزائري. ممتاز. امين، كاين كذلك ربما مبادره رائعه اللي اسمعت بها في الندوه الصحفيه وعجبتني بزاف، هي راح تكون منصه افتراضيه، راح الناس اللي ما تقدرش تحضر ربما راح اللي تكون بعيد اللي ما يقدرش، سهلتوا عليهم الامور. سهلوا عليهم الامور انه منصه افتراضيه اللي تسمح لهم يجولوا في أروقة الصالون، تسمح لهم أنه يشوفوا العارضين، أنهم يشوفوا الكتب، وهي منصة اللي تسمح اللي حيكونوا في المنصة الافتراضية أنهم يتبادلوا الآراء. يعني يكونوا كونيكتي، يقول لك لا لا أنا هذا الكتاب سمعت به عارف عجبني نحب نشريه، ويمكن لهم أنهم يشروا الكتب تاعهم وحيكون التفصيل. ممتاز. يعني من خارج ولايه الجزائر ما قدرش يجي، ما يقدرش يجي، يقدر مع خلال هذه المنصه الافتراضيه انهم يشروا يقتنوا الكتب اللي يحبوهم، وكان سيرفيس باش يوفر لهم يوصل لهم الكتب. وثاني حتولي تطبيق سيلا تعودنا عليه، المره السنه الثالثه اللي راح يتنك، هو تطبيق اللي سهل للزائر انه يروح كما قال لك مباشره على وشو يحوس، يروح ديريكتومون يقعد. هذا يعني كما قال لك احنا على بالنا بانه الزوار كيجيو كاين يهم اسمهم زروبين. صح. يقول ما عنديش وقت، والمعرض كبير، يقول لك اسكو في جناح اكار، جناح قصبه، واسمه الجناح المركزي. يعني التنظيم راح يكون حيكون، حيشوف يروح ديريكتومون عند هذاك الناشر يشيل الكتاب تاعو ويعاود يولي. خير.